فنه وزملاء الكفاح معاه، من بينهم او اللي يمكن الذاكره تسعفني ان انا اقولهم دلوقتي: محمد الموجي، كمال الطويل، بليغ حمدي، محمد حمزه اللي كتب له حوالي 37 اغنيه، ايضا الشاعر الكبير نزار قباني اللي قدم له من الاغاني اللي قدمها له او من القصائد رساله من تحت الماء وقارئه الفنجان. وعلى فكره احب اقول لحضراتكم ان قارئه الفنجان دي يمكن الوسط الغنائي بيتندر بيها وبيقولوا ان دي بتعتبر من اغلى الاغاني، لانها اتكلفت مكالمات تليفون وعلى الحرف وعلى الكلمه اللي كان بيقدمها. مين مننا ما يفتكرش اغانيه القصيره: بحلم بيك، بتلوموني ليه، ذنبي ايه، مغرور حبيبي. اغاني طويله نبتدي من الحكايه زي الهوى، موعود بالعذاب يا قلبي، رساله من تحت الماء، قارئه الفنجان، وغيرها وغيرها. النهارده بيسعدنا ان احنا نقدم لكم على شاشه القناه الاولى سهره خاصه عن الفنان الغائب الحاضر الذي يعيش في وجداننا وفي مشاعرنا، عبد الحليم حافظ. يتحدث في السهرة محمد الموجي وأم أمين، أيضا رفيق كفاحه الأستاذ مجدي العمروسي، الكاتب الصحفي نبيل عصمت، الكاتب الصحفي عصام بوصيلة، الفنانة نادية لطفي، والفنانة مريم فخر الدين، والموسيقي حسين الإمام. السهرة من تقديم فريدة زمر، إعداد وإخراج تحية حمدي. أتمنى لحضراتكم سهرة ممتعة مع النغم الخالد مع عبد الحليم حافظ. هقول لكم قصتي، قصة الدموع والحب والنجاح والألم. أي دمعة حب لا 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 لا، أي جرح تسلم لا لا لا، أي دمعة حب لا لا لا، أي جرح تسلم لا لا لا، أي لحظة تسلم لا 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 لا، حتى ماري لا 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 لا، عايشين في أحلام جايبين في أحلام، ما عرفنا بحبتنا ولا فوق ولا فوق. الحياة اللي حرمتني كتير وعلمتني كتير وادتني كتير وادتني قلب أقدر أقول إنه ما يعرفش غير الحب، حب الفن، حب الناس. يا حبيبي حبايبي وأصدقائي، وإزاي اتأثرنا ببعض. هفتح لكم قلبي وأقول لكم على أهم حب الحياة. فأنت في أعماق ذاتي سر أسرار حياتي، يا حياتي.
7 اب عياني بيحب العصير قوي، وانتوا عارفين العصير بقعته صعبه قد ايه. في الاخر ما لقيتش غير ام هو اللي ريحني من البقع. في الحقيقه لا شفت نظافه امه ولا رغوته قبل كده. عندها حق، لما رغوه امه تدخل البقع تطلع وما يبقاش غير نظافه امه وبس. امال الغسيل كده شكل يشرح القلب، ما هي النظافه ليها اصول. حق امه ما سابش ولا بقعه. لما رغوه امه تدخل البقع تطلع. جهاز فيكو ده مكيف كول، قوة 4 حصان معقول، سعره معقول، بقول معقول، صوته يقولك معقول، يقولك بص معقول، قوة 4 حصان كلام معقول. تكييف فيلكو الجديد 4 حصان، فيلكو الجهاز رقم 1 من امريكا. خارجين مساء الخير واهلا ومرحبا بكم في سهرتنا الليلة. في سهرتنا الليلة بنحتفل بذكرى مرور 16 سنة على وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الذي أسرى الفن بالعديد من الألحان. اتولد عبد الحليم حافظ في يونيو سنة 1929 ورحل عنا في 30 مارس سنة 1977، وفي خلال 48 سنة قدم 416 غنوة و52 غنوة وطنية و16 فيلم سينمائي، بدأهم بفيلم لحن الوفاء مع الفنانة شادية ومن إخراج إبراهيم عمارة، وآخر فيلم قدمه كان أبي فوق الشجرة مع الفنانة نادية لطفي ومن إخراج حسين كمال. في سهرتنا الليلة هنلقي بعض الأضواء على رحلة حياة عبد الحليم حافظ، وفي البداية كان لازم يكون لنا لقاء مع توأم روحه الأستاذ مجدي العمروسي. أهلا بك أستاذ مجدي. اهلا بيك يا مدام خليل، واهلا بالتلفزيون المصري، وكل سنه وانتم طيبين. استاذ مجدي، لو تفتكر حضرتك بعد 16 سنه من رحيل عبد الحليم حافظ، ونقف مع حضرتك ونقول نبتدي منين الحكايه، هنبداها ازاي؟ حضرتك نبدأ من فين نتفرع عبد الحليم حافظ؟ نبدأه من النهاية بعد 16 سنة وفاة، وما زال هو النجم اللي بيتربع على عرش الأغنية العربية إلى الآن بالرغم من مرور 16 سنة على وفاته، وكل الشباب بيردد أغانيه لغاية النهاردة. تفتكر سر نجاح عبد الحليم حافظ بعد وفاته 16 سنة إيه؟ نجاح عبد الحليم حافظ ان هو قدر يعرف الطريق وقدر يوصل للي هو عايزه، وحط هدف في دماغه من اول يوم انه يوصل لفيه. وعبد الحليم لما ابتدى، يعني حرام ان احنا نقول عبد الحليم لوحده، لما عبد الحليم ابتدى بمجموعه ماشيه معاه الطريق من اوله، عاونته في الطريق من اوله، رفقوه، وفي منهم من تخلف طريق وتخلف، وفي منهم من استمر زي الأستاذ كمال الطويل والأستاذ محمد النوبي، وبعدين دخل على محطة الفضاء اللي اسمها محمد عبد الوهاب، وبعدين استعان ببليغ حمدي، واستعان بمنير مراد صاحب أحسن دويتات اتعملت، واستعان بمحمود الشريف، وبعدين كان ابتدى محمد حلاوة وسمير محبوب، وضم اليهم او اضاف اليهم
مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز وصلاح جاهين وأحمد شفيق كامل، كل الناس دي بقى خدتها عبد الحليم واستوعبها وخدها رفاق طريق إلى نهاية، ودول اللي بنوا معاه المجد، ودول اللي عملوا معاه الأمجاد اللي احنا عارفينها كلها، واللي وصلت عبد الحليم إلى ما وصل. وعبد الحليم لما ابتدى كانت الساحة مش فاضية، كان فيها محمد فوزي، وكان فيها فريد الأطرش، وكان فيها عبد العزيز محمود وما أدراك ما عبد العزيز محمود، وكان فيها سالم محمود، وكان فيها عبد المطلب، وكان فيها ناس كتير. أنا اتولدت يوم 21 يونيو سنة 29 في بلد صغيرة جنب الزقازيق اسمها الحلوات. المهم إن وفاة والدتي في ولادتي ووفاة والدي بعدها على طول خلت الناس تتشائم مني. يعني المهم الراديو شغلني عن كل شيء حتى عن المذاكرة، وكان صوته بينقلني لجو مصر وليالي مصر اللي كان بيكلمني عنها أخويا إسماعيل. وقلت لأخويا إسماعيل أنا عايز أروح معاك مصر أتعلم موسيقى. أستاذ مجدي، حضرتك قلت إن في مجموعة شاركت عبد الحليم حافظ مشوار نجاح والفني، وعبد الحليم حافظ عمل 16 فيلم سينمائي، منهم أول فيلم أعتقد كان فيلم لحن الوفاء كانت سنة 55. في الفيلم ده مجموعة من الأغاني أكيد ليها ذكريات عند حضرتك، وخصوصا أنه كان بيلحنها مثلا كمال الطويل وهو كان رفيق كفاح مع عبد الحليم حافظ. بتتذكر إيه عن لحن الوفاء؟ أنا أفتكر لحن الوفاء فيه حكتي لكمال الطويل لا تلومني وعلى قد الشوق الفريد لا تلومني، ده كمال عملها لحن مدر خالص وغناها عبد الحليم ونجحت نجاح كبير. على قد الشوق لا يحتاج، على قد الشوق دي كمال ما كانش عنده كلام له، لكن عنده في دماغه لحن على قد الشوق اللي فيه، وعاوز كلام مش لاقي كلام، مفيش حد يكتب له كلام، فعمل هو كلام اسمه على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، لان ياما عيوني عليك سألوني وياما بتكلم، وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، اوصف للناس الجنة وانا في النار، غالي علي وضيعني ارحم عذابنا. كل ده يا مدام فريدة كلام كمال الطويل مش مؤلف، ابن كمال الطويل هذا الكلام، وهركبه على اللحن، وبعد كده اعطى اللحن للأستاذ محمد علي أحمد عشان يركب بقية الكلام. طب إيه رأي حضرتك لو نشوف جزء من فيلم لحن الوفاء؟ أوي حضرتك برضه في لحن الوفاء عمل دويتو، هو في دويتو كان ملك الدويتو في الوقت ده منير مراد مش كده؟ هو في فيلم في فيلم لحن الوفاء هنا الدويتو مع فادية، وده كان لحن الألحان عبد الحليم حافظ. لابد ان هو يجي في ذهني على طول الموجي وكمال الطويل وبليغ حمدي، علامة من العلامات في حياة عبد الحليم حافظ. كان اول لحن ما بينك وسفيني مرة؟ هو مش سفيني مرة بالذات، لكن كان في اغاني يسبقها كنا بنعملها في ركن الاغاني الشعبية بتاعة، يعني كان كل ملحن بياخد بيدوب ربع ساعة ونص ساعة في الشهر يقدم فيها أصوات، يعمل مطربة ومطرب مطربتين ومطرب مطربتين، يعني بشكل ذا يعني منوعات يعني. فمن ضمن الأيام سمعت عبد الحليم، يعني سمعت صوت في الراديو كان معايا الأستاذ سمير محبوب المؤلف، فنفت ودننا الصوت ده غريبة، وطالع من الراديو أول مرة نسمع هذا الصوت، أقول من ده لغاية ما قفل. قال سمعت مانع عبد الحليم حافظ في أغنية في قصيدة لقاء شعر صلاح عبد الصبور وألحان كمال الطويل. زي ما لو عارفين بعض، لكن ما عرفش أنت عنده الحكاية ديت، لكن روحت على طول على الإذاعة تم يوم قابلت الأستاذ حافظ عبد الوهاب اللي هو كان متبنيه وبيديه للملحنين بحساب يعني مش أي ملحن يعني. فحكيت له ان انا سمعت صوت يعني غريب شويه واسمه كذا، ممكن تديهولي في
البرنامج اللي جاي. فقال لي دول انا حاسس ان شغلك فيه شيء جديد ما كنتش تدهولك ان انا بديه الناس بالقطارة يعني، فسمحني ان اخذ معايا. التقينا واتقابلنا مع بعض وقعدنا وتعرفنا كده شوية تعرف، وبعدين قعدنا ايه نسمع حاجاتنا حاجات وسمع مني حاجة كنت عاملها قبل ما قبله يعني، وهي اغنية صفيني مرة. يعني دارت الايام واللي كان احنا اتقابلنا الكلام ده في سنة 51 او اخر 51 تقريبا يعني. لما بدأ بقى يتحرك عبد الحليم شوية قال لي يلا نغني صفيني مرة ونحفظها، قعدنا نحفظها وحفظناها الفرقة الى ان جت في يوم اعلان الجمهورية، كان مجلس قادة الثورة اعلن بقى تغيير مصر الى الجمهورية العربية المتحدة. فقالوا الاستاذ يوسف وهبي ان هو يجي ساعة قبل 11 بربع ساعة كده ويعلن اليوم تم تغيير مصر الى إذا جمهورية مصر العربية. وكانت فرحة جدا، كان ده في الأندلس، جنينة الأندلس. كان عبد الحليم من ضمن البرنامج اللي هيغني في الحفلة دي. فربع ساعة فاضلين ما بين ال 11 وربع ال 11 عشان تيجي النشرة، دورنا في 2000 الشاب الصغير ده اللي عاوزين خليه ينزل يغني حاجة يعني. الصوت لعبت هنا الدور بقى، فنزلنا بالفرقة غنينا صفينا مرة، الناس متفتحة وفرحانين بإعلان الجمهورية وأذانهم، ويعني كله كان فيه إصغاء كامل. فمجرد ما خلص المذهب للأندلس كان فيه تسقيف فوق من تصور العقل، ما كناش مصدقين. وكانت هذه البداية يعني. فهو الحظ هي اللي لعبت دور كبير قوي في حياة عبد الحليم حافظ، ما فيش شك. من القراءات او من الاحاديث الصحفيه اللي احنا كنا بنقراها كان دايما بيتكلم على ام امين في حياه محمد الموجي، يقول انها علامه من العلامات اللي هي يعني في حياه الموجي. كان ايه سر حب عبد الحليم حافظ ليكي؟ لما لقاني مخلصه يعني وكده وحاسه فيها الحنيه، اخته حنين عليه قوي برضه يعني، عوده حنان امه بس فيها الام الثانيه يعني. كان بيحبني يعني، عارف يعني عبد الحليم كان لماح قوي، يحب الانسان يشوف الانسان اللي قدامه يعرفه فين حنين وبيحبه ولا لا. استاذ مجدي، من احلى الافلام اللي عملها عبد الحليم حافظ كان فيلم حكايه حب، كان مع مريم فخر الدين. متذكر حضرتك احداث عن فيلم حكايه حب؟ هو زي حضرتك ما تفضلت، الفيلم ده احلى او من احلى الافلام اللي عملها عبد الحليم، لانه كان بيدي قصة حياته بالظبط تقريبا، وقايعه حلم حليم واخدها من حياة عبد الحليم حافظ. والفيلم ده فيه اغنية اسمها في يوم في شهر في سنة، هذه الاغنية من الاغاني اللي تعبت عبد الحليم حافظ جدا، لان كمال الطويل لحن المذهب بتاعها والكوبليه الاول في يوم، وقعد بقيه الغنوه يلحنها في 3 سنين، لدرجه انه سافر لحن جزء في لندن وجزء لحنه في باريس، وراحوا امريكا الاثنين سوا كملوا لغايه حلم حليمه بقى هيموت. الفيلم متعطل والغنوه لازم تصور، وصوروها. وبعدين الغنوه دي كمان كان لها ذكرى عند عبد الحليم، لانها معموله عن قصة الحب بتاعه يعني، ما هو طلب كلماتها علشان تبقى في الست اللي كان بيحبها واللي المرض خدها فجأة. طب نشوف جزء من ال هل حقيقي ان الغنوة دي اتصورت في معاد معين في المغرب كل يوم عشان كده اخذت مده تصويرها مده طويله؟ ما هي الغنوه دي بقول لك متعبه في جميع نواحي، مع انها من احلى الاغاني اللي غناها، من احلى الاغاني ومن اتعب الاغاني لعبد الحليم حافظ. واللي حضرتك بتقولي عليه كان في مشهد بياخد المخرج والشمس في وضع غروب معين، قبل الغروب اظن بخمس دقائق، بخمس دقائق والشمس تغطس اثناء الغنى، فيكملوا التصوير تاني يوم، كم تاني يوم في نفس الساعة ونفس الدقيقة علشان يصوروا كمل غطسان الشمس في البحر.
بنحتفل بذكرى وفاة عبد الحليم 16، يا ترى ذكرياتك ايه عن الفيلم اللي عملتيه معاه حكاية حب؟ حكاية حب ما كانش له ذكريات معينة اول ما ابتدينا، انما احنا بنعمل كل الافلام بنمثلها كويس بضمير. عبد الحليم بالذات كان يحافظ جدا على كلمات الاغاني بتاعته وعلى تلحين لحن اللي هو هيحطه طبعا في الفيلم، وكان لازم المشهد يبقى الاغنيه بتساعد المشهد، يعني مش مثلا يكون بيحب واحده ويغني ايها الراقدون تحت التراب، يعني كان لازم المشهد يساعد الاغنيه تساعد المشهد في الفيلم. فالحقيقه الفيلم ده احنا عملناه عادي، يعني زي ما بنعمل، زي ما كنت عامله قبل كده رد قلبي، كنت عامله قبل كده افلام، فاحنا كل الافلام بنعملها حلو. انما عبد الحليم بيهتم بكل صغيرة وكبيرة الحياة في الفيلم. فطبعا يوم ما توفى عبد الحليم انا ما عيطتش الحقيقة، لان انا انسانة مؤمنة بربنا والموت علينا حق، والله جاب الله اخد الله عليه العوض. لما جيت اعزي عارفة حسيت ان انا مفروض يعزوني هنا، حسيت ان نادية بتاعت رد قلب بتاعت حكاية حب مش انا اللي مفروض يعزوني، انا اللي عبد الحليم غنالي بتلوموني ليه، انا اللي عبد الحليم غنالي في يوم في شهر في سنة، انا اللي غنالي نار يا حبيبي نار، انا اللي غنالي بحلم بيك، فانا نادية بتاعت عبد الحليم بتاعت الفيلم. وعارفة بعد فترة بتحس ان الافلام دي هي الحقيقة، وان احنا بنتلاشى، يعني انا مش زي نادية زمان او مش زي انجي في رد قلبي، فانا بتغير، انما الافلام دي بتبقى موجودة. فالفيلم ده حقيقة اكتر مني انا. فهنا بقى حسيت ان المفروض ازاي انا ما يعزونيش. بعد فترة كل ما حد يغني او كل ما افتكر عبد الحليم افتكر الاغاني العظيمة اللي هو عملها في حياته، غنى للسد العالي، غنى لمصر، غنى للاحتلال، يعني ضد الاحتلال طبعا اللي احنا كنا فيه، غنى لكل حباية رمل في أرض بلده، حتى غنى يا هالي يا هالي للكويت. كان شايل شعلة الفن ورافع دراعه لفوق، ولو انه هو كان إنسان مريض وعيان وعارفة ظروفه الصحية كانت وحشة جدا. فلما توفى أنا حسيت إن الشعلة دي وقعت في الأرض. النهارده نسبة المبيعات في 93 بتقول انه عبد الحليم حافظ هو بيتصدر قائمة المبيعات في الكاسيتات. تفتكري السر النجاح لغاية 16 سنة بعد وفاته ايه؟ الصدق والعمل اللي كان بيعمل بقلبه، عارفة يعني تتفرجي على عبد الحليم يعيني وهو بيفكر في اغنية، هو لا كان ملحن ولا كان مؤلف، فلازم يجيب يعني مثلا فريد الأطرش الوضع يختلف، هو كان ملحن فكان سهل عليه هو يلحن الكلمات، إنما عبد الحليم كان ذكي، كان يجيب الكلمات ويفضل يحزق مع حتة الكلمات ويفضل مع كمال الطويل أو محمد الموجي أو الملحن اللي هيلحله أشهر. وبعدين في فنان ثالث الله يرحمه أحمد فؤاد حسن، ده برضو فنان، وبعدين كل موسيقي واقف ورا عبد الحليم فنان كبير جدا، يحط كمانجات كده الناي هنا الطبلة هنا ويعمل عليها بروفات 20 بروفة، واللي كانوا موجودين معي يقدروا يحكوا أحسن مني، وبعدين يسجلها، وبعدين يعجبته يا ما عجبتوش. فكل ده مجهود من كذا فنان لازم يفضل عايش مش 16 سنة 160 سنة أو 1600 سنة الحقيقة. لو قلت لحضرتك ان عبد الحليم حافظ في مشواره الفني مع الحفلات اللي كان بيعملها مع لقاءاته، نقدر نقول ان هو كان ثقف نفسه بنفسه، يعني هو قعد وفي مجالس خلت عبد الحليم حافظ مثقف فنيا وادبيا من المجالس اللي كان بيقعدها. عبد الحليم اختار الاماكن اللي يقعد فيها، يعني بعد ما ابتدى يؤهل نفسه لكي يأخذ مكانه في الغناء ابتدى يقدم أوراق اعتماده للجمهور، لصاحب الجلالة الجمهور. ايه أوراق اعتماده اللي فكر فيها عبد الحليم؟ أول ورقة اعتماد الصحافة، فابتدى بدار روزا اليوسف، وكانت روزا اليوسف من أنجح المجلات في هذا الوقت ومعبرة عن رأي الشباب ورأي الجيل الموجود. فكان عبد الحليم يروح دار روزا اليوسف دي
من الساعة 7 مساء يطلع الساعة 4 صباحا. فأراد عبد الحليم أنه يقدم أوراق اعتماد لصاحب الجلالة الجمهور. فكر عبد الحليم إيه في نظر عبد الحليم من أوراق الاعتماد دي؟ لا، أول شهادة لازم يقدمها الصحافة، أنه يشوف أهل الصحافة ويعاشرهم ويكتبوا عنه ويعرف بيشتغلوا ازاي. وكان عبد الحليم زي النشافة او زي حتة الاسفنج، مش يروح مكان يقعد يشوفه كأنه ما شافش حاجة، لا يمتص الله. كل ما يقع عليه نظر او تسمعه اذنه كان عبد الحليم يحفظه وينفذه، يعني ينفذه طبقه على نفسه وعلى فنه. وابتدى بروزر يوسف لانها كانت اهم دار وقتها، وكان جنبها في دار اخبار اليوم بعدين هيجي لها عبد الحليم، لكن ابتدى بروزر يوسف وابتدى بصداقته الاحسان. وكان يطلع من اوضه احسان يخش اوضه بهاء، يطلع من اوضه بهاء يخش اوضه فتحي غانم، يطلع من فتحي غانم يروح لصلاح جاهين، يطلع من صلاح جاهين يروح لجمال كامل. كل ده بيدرس ويستوعب لغاية ما بقى صديق الناس دي كلها، والناس دي كلها حبته وكتبت عنه. بعد كده راح أخبار اليوم، وأخبار اليوم قابل مصطفى أمين وعلي أمين ومحمد حسنين هيكل. أستاذ مجدي أنا عندي فكرة إنه مرحلة عبد الحليم حافظ هو عمل أول فيلم ملون مع شادية، كان فيلم دليلة. دليلة، فاكر الفيلم دوت؟ آه. طب ذكرياتك إيه عن الفيلم والدويت اللي كانوا عاملينه سوا؟ مخرج الفيلم ده كان الأستاذ محمد كريم، والأستاذ محمد كريم كان هو اللي أخرج كل أفلام الأستاذ عبد الوهاب. فلما جاي يعمل الفيلم لعبد الحليم أراد أنه يدي عبد الحليم طابع محمد عبد الوهاب، وعبد الحليم كان إنسان على طبيعته جدا، كانش يعرف حط إيده بجيبه ولا يعرف، كان يمشي كده يتطوح وبتاع، ولما يغني يفضل يهز في دماغه. كنت يعني أقول له الحركة دي ولاش يا عبد الحليم، يقول لي لا أنا طبيعتي كده. فعمل عبد الحليم فيلم وهو تعبان لأنه ما كانش متوافق قوي مع محمد كريم، لكن عمله بطريقته. طب نشوف جزء من الفيلم. تفضل. بس كان بيعمل فيه دويتو مع شادية من اجمل الدويتات اللي اتعملت. فرحتهم
مش ليه كل ده يجرى ليه كل ده يجرى عبد الحليم حافظ ما زال محتفظ بنجوميته بعد مرور 16 سنة. وانا هستأذنك ان انا يعني اعدل شوية في معلومة انه السنة دي متصدر واقول لك انه متصدر من سنة 77 لغاية النهاردة يعني ما زال متصدر. يعني كل سنة هو متصدر. ده نقطة. النقطة التانية حضرتك بتقولي لي ليه؟ ليه طبعا واضح لان عبد الحليم حافظ هو مطرب لكل العصور. وليس مطرب لمرحلة أو مطرب لسنتين زي ما في مطربين طلعوا لسنة وفي مطرب لأغنية وممكن يبقى مطرب لكوبليه المرة الجاية. يعني عبد الحليم مطرب ما هوش سهل وما هوش بسيط وما طلعش من فراغ وما عملش كل ده من فراغ. فالجيل الجديد بقى حضرتك بتسألي يعني أنا أقول إن اللي عنده 16 سنة النهاردة اتولد يوم عبد الحليم حافظ ما مات أو سنة عبد الحليم حافظ ما مات. ليه بيحبه؟ لأن عبد الحليم بيعمل أغنية سابقة لعصره وأغنية لعصره هو والعصر اللي بعده واللي بعده واللي بعده، ولذلك سيبقى عبد الحليم إلى الأبد. يعني هو كمطرب مش يجيله الكلام والغنوة جاهزة يروح داخل مسجلها، لا ده كان بيعيش مع الكلمة من أول ما تبتدي تتكتب، بل يمكن بعض أفكار الأغاني كانت بتاعته. يعني هو يجيب محمد حمزة أو أي حد من اللي بيألفوا له أو يكلم مأمون الشناوي أو ويقول له أو مرسي جميل عزيز أو ويقول له إيه رأيك في المطلع الفلاني أي دمعة حزن له مثلا. وبعدين المعنى بقى يبقى كاسي، يعني بيقولها كدراما، فالمؤلف يمسك الكلام ويبتدي يكتب ومشي لما يخلص. لا ده بيقعد، ده أنا يعني بيقعد يكتب. أنا حضرت محمد حمزة بيكتب في أوضة مكتب عبد الحليم وإحنا قاعدين في الصالون، وكل شوية محمد يجي ياخد عبد الحليم ويروح يقرأ يعجب، إذا طلب منه يغير كلمة يعدل كلمة ويرجع تاني. يعني بيتعايش الملحن كذلك، الملحن بيقعد يلحن وهو موجود. البروفات بقى هي دي بقى اللي يعني كانت السمة الغالبة والواضحة في أعمال عبد الحليم، إنه كان بيدي للعمل الفني سواء كان غنوة أو فيلم حقه من البروفات بحيث إنه يهلك الموسيقيين. وبتوع
ابتدع من ايام عبد الحليم حافظ نظام اسمه ان الموسيقى ياخد اجر على البروفات. دي ما كانتش موجوده. ليه بقى؟ من كتر التكرار. من كتر التكرار قالوا لا طب احنا كده ده احنا بن يعني كان بروفا او بروفتين وبنحط النوتة قدامنا ونعزف. ده احنا كده بنقعد مثلا 22 بروفا عشان حفلة مرة واحدة. فابتدوا ياخدوا الاجر ومشيت مع كل المطربين بعد كده. عبد الحليم كان السبب فيها. الحقيقة طبعا كان في الناس كلها كانت مش مصدقة حجم او مدى قسوة مرض عبد الحليم حافظ. فيترك قربك منه ده ما كانش حاجة بتضايقه؟ لا طبعا كان بتضايقه جدا. وبعدين هو كان اصل هو عيب عبد الحليم ايه عيب مش فيه بقى ده في شهرته انه لما كان يسافر رحلة من رحلات العلاج ويرجع فالصحافة تهلل والناس يروح يستنوه في المطار وبعدين تنهال البرامج التلفزيونية والإذاعية وأخبار صحتك إيه وعملت العملية إزاي و يعني كانت بتبقى ضجة غير عادية. دي كانت بتضايقه لأنه بيقول إن الناس فاكرة إن أنا بعمل عيان عشان أعمل دعاية. في حد في الدنيا يعمل دعاية بالعيان؟ يعني أنا أفهم أجي أعمل دعاية أقول أنا عامل غنوة مثلا هتفرقع في أمريكا أنا كسبت مليون جنيه أنا مش عارف إيه لكن هعمل دعاية بإن أقول إن أنا عيان. كان بتحس في نفسه وكان بيقول ليه الناس مش مصدقين عيايا عمرهم ما هيصدقوا إن أنا عيان إلا لما أموت. ما فيش موقف معين عبد الحليم حافظ زعل منك بسببه؟ أنا فاكرة يعني فساعدك تقول يعني ما فيش موقف في واقعة شهيرة قوي واقعة كذبة إبريل. كان في أول ظهور المطرب هاني شاكر وهاني كان صوته أول ما طلع معرفش ليه في أول غنوتين عملهم كان عبد الحليم تيبيكال. وطبعا هاني ما يقصدش كان يقلده يعني إنما يمكن من حبه ليه وتأثره بيه طلع صوته زي صوته. المهم أنا معرفش هاني شاكر ده أنا مرة بفتح الراديو كده لقيت غنوة وقلت إيه ده عبد الحليم عمل غنوة من ورايا معرفش عنها حاجة وأنا كنت أحضر أي تسجيل يعني طبعا وأي مونتاج. فالمذيع خلصت الغنوة فقال استمعتم إلى المطرب هاني شاكر في أغنية كذا. الله إيه هاني شاكر. بعد كده بحوالي أسبوعين صديقي العزيز الشاعر الكبير مأمون الشناوي جاب هاني وجيه جورنال عشان يقابلني وأنا نازل فقابلته على الباب قال لي ده أنا جايب لك هاني ده صوت جديد وعظيم. قلت له أنا سمعته طب معلش أنا النهاردة إيه مش هقدر يعني الأسبوع الجاي نقعد مع بعض وأنا جي لك أنا. فلما سمعت الغنوة وحصل ده فجت كذبة إبريل وأنا كنت أياميها بقى أحب أدعب قرائي في أخبار الناس في الأخبار بكذبة إبريل. فقعدت بقى أهرش بقى وأقول نعمل زي المفكرين يعني أعمل إيه في الناس أعمل إيه في الناس. قلت نعمل إن عبد الحليم بيقول إن هاني شاكر ده بيحط زمارة في زوره تخلي صوته يشبه صوتي. طب لغاية هنا مش كذبة إبريل إيه كذبة إبريل اللي فيها؟ قلت لا. وبعدين هو هيعمل مؤتمر صحفي يثبت فيه هذا وهيجيب الزمارة دي ومؤتمر صحفي في معهد الموسيقى العربية. وبعدين افتريت بقى قلت وقد علم هاني شاكر بأمر هذا المؤتمر فقرر الحضور قلت عشان الناس تحس انها مشتعلة. واستنيت يوم اول ابريل وبصيت لقيت معهد الموسيقى العربية ده جم بقى المحرر والمصور بتاعي بعتهم جم قالوا لي على بعضه كده ناس لو اقول لحضرتك المطربة حورية حسن خدت بنتها وراحت صدق ناس من الزقازيق من طنطا لان انا عملت معاد المؤتمر الساعه 12. فرحت مكبين يافطه معلقين يافطه كده مؤتمر عبد الحليم حافظ كذبه ابريل كل سنه وانتم طيبين وروحنا وديناه الناس اتنرفزت جدا جم في المظاهره وهي اخبار اليوم ومعهد الموسيقى بينهم شارع جلاء جم عدوا الشارع في مظاهره بيطالبوا براسي. وكنت اياميها ما كانش في حاجه اسمها امن بقى وكده في الجورنال فطلعت احتميت في مكتب رئيس مجلس الاداره الاستاذنا الراحل احسان عبد القدوس لغايه ما اتفضل. صحي عبد الحليم الساعه 6 بعد الظهر ما كانش يصحى قبل كده لقى الدنيا مقلوبه فكلمني وزعل مني وقال لي كان لازم تقول لي بعد كده لو تعرفي ان هاني شاكر طبعا يمكن المطرب الوحيد دلوقتي اللي من عصر عبد الحليم وانا بعتبره احلى صوت موجود دلوقتي اتعرف عبد الحليم وعبد الحليم حبه جدا وبقى يديله ارشادات وهو بقى صوته بعد عن عبد الحليم لان زي ما بقول لحضرتك يبدو انه في اول غنوتين كان من كتر حبه لعبد الحليم كان صوته بيطلع. استاذ مجدي بصراحه بعد الشهره والمجد اللي وصل لها عبد الحليم حافظ كان ايه اللي بيسعد عبد الحليم حافظ؟ يوم صح
وكان ايه اللي بيحزنه؟ يوم واحد صح، يوم واحد ما ياخدش في حقه، يوم واحد ما يجيلوش نزيف، يوم واحد ما يروحش مستشفى. طعمياي ياكل طعمياي ليك، كان ده محرم عليه، وكان الرز المسلوق اللي من غير ملح ولا سمنه بالميه، وصدر الفرخه اللي مهري من غير سمنه ولا ملح ولا اي حاجه غير بالميه، وده كانت حاجه. وكان يعزم الناس ويعمل جميع اصناف الاكل عشان يقوم يقدم لهم الاكل بايده، وهو يرجع لطبق الرز المسلوق وصدر الفرخه المسلوق. كان ايه اللي بيحزنه؟ اللي بيحزنه لما يشوف منظر يتعبه. يعني اتذكر ان في مره كنا راجعين، انا قلت لك وانا مش الا 7 صباحا، فكنا راجعين 6 صباحا وانا سايق العربيه عربيته وهو قاعد جنبي، فعند عماره الاموبيليا الدور التحتاني بتاعها ما فيهوش حاجه وفي سقف كده من فوق، فلقيته بص الناحيه التانيه وقال لي وقف. وقفت ضربت فرامل جامده، افتكرت في حادثه قدامي ولا حاجه، ولقيته بص الناحيه التانيه وجسمه بيتهز، فمديت ايدي دورت وشه ناحيتي فلقيته بيبكي، فبصيت على المنظر اللي هو بكاه، لقيت ولدين نايمين على الارض لابسين جلابيه على اللحم والجلابيه مرفوعه لغايه هنا. ده منظر ابكى عبد الحليم. مشيت على الاشواق وجيت لاحبابك، لا عرفوا ايه وداك ولا عرفوا ايه جابك. طب لو قلت لحضرتك ايه ابرز اعمال عبد الحليم حافظ من وجهه نظرك انت، ان هو عمل مثلا 16 فيلم، من وجهه نظرك ايه احلى الافلام اللي عملها عبد الحليم حافظ؟ احلى فيلم عمله اللي هو كان اخر فيلم ابي فوق الشجر، اللي قعد 52 اسبوع في العرض الاول لاول مره فيلم عربي يحصل فيه الحكايه دي، كان اقصى فيلم 12 اسبوع، انجح فيلم 12 اسبوع. تفسير النجاح ابي فوق الشجره كان ايه؟ الشباب اللي عملوا فيه حسين كمال. استاذ مجدي لو قلت لحضرتك ايه ذكرياتك عن ابي فوق الشجره، باعتبار ان ده الفيلم العربي الوحيد اللي قعد في السينما 52 اسبوع. الذكريات بتاعت ابي فوق الشجره كتيره، لكن فيهم حاجتين لازم يتقالوا عن ابي فوق الشجره. الحاجه الاولى ان عبد الحليم قبل فوق الشجره كان عامل فيلم اسمه عبودة الجماهير، وعبودة الجماهير ده قعد يتصور 4 سنين، لدرجة انهم غيروا الممثلين، في ممثلين كبروا، فالجمهور الناس اللي بيشتروا الافلام فقدت ثقتها في افلام عبد الحليم انه يقدر يعمل افلام تنتهي فورا، عاوزين يدفعوا فلوس، عاوزين ياخدوا الفيلم. نعم. فده قعد في فيلم 4 سنين، فأعلننا عن أبي فوق الشجرة محدش جاي يشتري، فعبد الحليم قال لي سافر بيروت شوف ايه الحكاية. سافرت، قال والله ما يبقى يخلص أبي فوق الشجرة. لأنه هو بيستمر مدة تصويره بسنين طويلة، 4 سنين يشاهدوا الناس تجار. فرجعت قلت له الكارثة دي، قال لي ازاي؟ قلت له كده لان سمعتك بقت في الارض، ولذلك الفيلم ده يا استاذ عبد الحليم عاوزين نعمله في معاده. قال لي انا تحت امرك، امسك انت انتاج الفيلم وانا تحت امرك. وفعلا مسكت انتاج الفيلم، لقيت ان الخطا اللي خلى عبد الحليم يتاخر 4 سنين انهم عملوا مع عبودة الجماهير وجابوا له عبد الحليم بطل،
بينما عبد الحليم لا تصلح معها الطريقه دي. انت الاساس يبقى عندك عبد الحليم وتعملي له فيلم، فعلشان الفيلم ينتهي تقوم تشوف ظروف عبد الحليم. وظروف عبد الحليم يا مدام فريده كانت غريبه جدا، ان عبد الحليم كان لا ينام الا 7 صباحا. ليه 7 صباحا؟ لان الدكاتره قالوا له النزيف اللي بيجيلك يا عبد الحليم ما فيهوش اي خطر طول ما تقدر ندركه. يعني تنزف ازازه نحط لك ازازتين، تنزف 2 نحط لك 3، لكن الخطر انك تنزف ومحدش يلحقك. فدي خلت عبد الحليم يخاف من النوم والناس نايمه، فكان لا يمكن يدخل ينام الا لما يسمع الحلل في المطبخ بتخبط. بدأت الحركة في البيت، بدأت الحياة، هو ينام. عبد الحليم لازم ينام 8 ساعات بأمر الدكاترة، قضية مسلمة لا نقاش فيها. يبقى نايم الساعة 7 وديله 8 ساعات بقت الساعة 3. الساعة 3 عبد الحليم حافظ يبتدي يفوق من النوم ويخش الحمام ويحلق دقنه اللي ما فيهاش شعر، اديله 1 ساعة بقت 4. 4 بيروح يقعد ياكل الفول المهروس وعليه بياض البيضة ويتكلم في التليفونات، اديله 1 ساعة بقت 5. 5 في ناس اصدقاء لعبد الحليم عارفين ان عبد الحليم حافظ صالح للمقابلة في الوقت ده، فيه وهو يحب يقعد معه، اديله 2 ساعة بقت 7. يبقى اوردر التصوير بتاعك علشان عبد الحليم يقدر يجيلك لازم يكون 8. قلت له يا حسين التصوير بتاعنا 8. قال لي 8؟ يبدا التصوير يوميا 8 مساء. 8 حسين كمال كان فاهم 8 الصبح. قال لي عبد الحليم هيقدر يجي 8 الصبح؟ قلت له يا استاذ حسين 8 مساء. قال لي ده يبقى انتاج، ده انتاج بايظ. قلت له انا عارف ايه الضرر ده، ضرر ده ان احنا هنسهر الناس وندي اوفر تايم وان احنا هنروح الناس على حسابنا، بس كل ده ما يجيش في يومين عطلة ما يجيهمش عبد الحليم. وابتدينا نصور كده، الفيلم كان محدد له على الورق 12 اسبوع، انتهى. كان بيجي في معاده كل يوم في التصوير الخارجي بالطريقة دي. عبد الحليم حافظ بيقولوا ان هو عمل اغاني شبابيه، هل فعلا عبد الحليم حافظ عمل اغاني شبابيه؟ عبد الحليم حافظ عمل اغاني شبابيه بس مش الشبابيه بتاعت دلوقتي. بس الشبابيه بتاعت عبد الحليم حافظ اللي هي 3 دقايق الغنوه وليها يعني عمل اغاني، هي مثلا لما تقول الضحك ولعب دي مش غنوه شبابيه؟ شبابيه. لما تقول وحياه قلبي وافراح والناجح يرفع ايده دي مش غنوه شبابيه؟ لما تقولي عشانك يا قمر وعقبالك يوم ميلادك دي مش اغاني شبابيه؟ لما تقولي دق الشماسي فابي فوق الشجره دي مش اغاني شبابيه؟ ايه رايك نشوف اغنيه دق الشماسي فابي فوق الشجره؟ دقوا الشماتي على البلاج، دقوا الشماتي، دقوا الشماتي، دقوا الشماتي، دقوا الشماتي من روح حد الدماتي، دقوا 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 الشماتي، دقوا 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 الشماتي، دقوا الشماتي، دقوا الشماتي، دقوا الشماتي على البلاج، دقوا الشماتي، دقوا الشماتي، دقوا الشماتي، يا
احلى شمس واحلى رمل واحلى مير، احنا وشبابنا وحبنا اسكندريه. يا احلى شمس واحلى رمل واحلى مير، احنا وشبابنا وحبنا اسكندريه. جينا على نسمة امل نرتاح شويه، والحر زي شوق نهار وليل وقات. دقوا الشماتي على الجماتي، دقوا شقوا الشماتي، دقوا الشماتي على البلاد، دقوا الشماتي، دقوا الشماتي، دقوا الشماتي، دقوا الشماتي من دوحة لحد التباني. دقوا 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 الشماتي، دقوا 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 الشماتي. في البحر الابيض وبداوت لونه الازرق، تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق. في البحر الابيض وبداوت لونه الازرق، تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق. ونسابق حب والهوى والشوق ونسبة، والبحر عارف حبنا والشط راسي. دقوا الشماتي عالبلاد، دقوا الشماتي، دقوا الشماتي، دقوا الشماتي، دقوا الشماتي من طوحة الفنان فكري مصطفى، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. حضرتك من الفنانين اللي عملت لحن لعبد الحليم حافظ بكلمات عبد الحليم حافظ. كل المطربين كنا بنشوفهم ان هم يطلعوا في الافراح في الحفلات بيغنوا اغاني من عبد الحليم حافظ، يعني اهواك، بتلوموني ليه، كلهم وبيطلبوها الشباب. لكن انت اتخذت اتجاه مغاير لكده تماما وكتبت ولحنت كلمات لعبد الحليم حافظ، يا ترى قلت فيها ايه؟ أنا قلت لكل الناس، وقلت لروحه، قلت على اللحن بتاع دقوا الشماسي: حالي معانا عايش جوانا، وفنه كان رسالة قدها بأمانة. فاكرينه دايما في الحب دايما، بكل غنوة حب بنسطرها عانا. حالي معانا عايش جوانا، غنى أهواك وغنى يا قلبي يا خالي، غنى الليالي وغنى برضو احتر خيالي، وغنى موعد بالعذاب وملاك ومالي. وصفيني مرة وصدفة وجانا الهوى جانا، حالي معانا عايش جوانا، اثبت في افلامه يا ناس مهاره نادره، لحن الوفاء وبنات اليوم ابي فوق الشجره. اثبت في افلامه يا ناس مهاره نادره، لحن الوفاء وبنات اليوم ابي فوق الشجره. اما الخطايا دي كان لها في قلوبنا ذكرى، معبودة الجماهير وغيرها كتير هدانا. حالي معانا عايش جوانا، حالي معانا عايش فيك. الحب جميل للي عايش فيك، له ألف دليل. اسألوني اسألوني على عين ويصحيها من عز النوم، ويفوت عالروح ويطير بيها. الدنيا في يوم يفوت على عين ويصحيها من عز النوم، ويفوت عالروح ويطير بيها. الدنيا في يوم، ولما القلب يجي يفرح تنلللم، ساعة ما لقيك قاعد جنبي آمالي الحلوة تتمرجع في دقة قلبك مع قلبي. شكرا
حبيبي يوم أواب. أنا والظنون دايما فعتاب، واللي انشغل بهوى الأحباب عذاب وراحة وراحته عذاب. كنت أفضل جنبك وأجيب لعمري ألف عمر وأحبك. يا فرحة كان ملي عني واستكترت الدنيا علي. يا فرحة كانت ملي عني تكترت الدنيا علي. يا حبيبي شايفك وليل الجراح الجراح عالبعد على جريح مشتاق.
في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام في Thank you.
عشان خاطرك تحيرني تزهرني كفاية اخضر على فكرك وعلى راضي بحرماني وحرتي ويا اشجاني وانا راضي بحرماني وحرتي ويا اشجاني وانا راضي بحرماني وحرتي ويا اشجاني والجرح اللي في قلبي ازداويه هداويه والدمع اللي في عيني انت داريه داريه الجرح اللي في قلبي الساداويه هداويه والدمع اللي في عيني انت داريه داريه لا انا بشكي ولا بحكي بس قول لي يا حبيبي. هقول لكم قصتي، قصة الدموع والحب والنجاح والألم. أي دمعة حزن لا 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 لا، أي جرح قلب لا لا لا، أي دمعة حزن لا 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 لا، أي جرح قلب لا لا لا، أي لحظة حيرة لا 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 لا، حتى مريضي لا 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 لا، عايشين في أحلام زيدين في أحلام سلام، ما عرفنا لحظتنا لمن ولا فوت ولا فوت من الحياة اللي حرمتني كتير وعلمتني كتير وادتني كتير وادتني قلب أقدر أقول إنه ما يعرفش غير الحب، حب الفن، حب الموسيقى. يا حبيبي راح اللي راح اللي راح وفرقتنا الليالي ومهما دار دراجي. وهقول لكم مين حبايبي واصدقائي وازاي اتاثرنا ببعض، هفتح لكم قلبي واقول لكم على اهم حب الحياه. انت في اعماق ذاتي سر اسرار